دي كلمة أنا بوجهها للجماعة المتطرفين اللي الحقيقة زودوها عن الحد أوي. يعني من يوم 25 يناير لحد دلوقتي دمروا لنا السياحة بتصرفاتهم وأفكارهم المتخلفة، وفي النهاية الناس جاعت واتقطع عيشها ورزقها، وبنات باعت نفسها، وناس انتحرت، وأطفال تألموا عشان انهيار السياحة اللي هم تسببوا فيه بفكرهم المتخلف. عايشونا على ان هم الفضيلة والشرف والاخلاق. اخلاق ايه يا بتوع الاخلاق؟ اخلاق ايه يا بتوع ارضاع الكبير؟ انتوا اخر ناس تتكلم على الاخلاق ونسمعكم تنطقوا كلمة اخلاق. ده انتوا ناس بتبيعوا الستات كنتوا في الخلافة في الشوارع، جواري بتتباع في الشوارع شبه عارية عشان عورة الامام الصورة للركبة. يقف الراجل يتفرج على الصدر براحته ويدخل يعاين ويشتريها لما يعوز، وتكلمون على الاخلاق يا بتوع جهاد النكاح يا زباله البشريه. انتوا اخر ناس تكلمون على الاخلاق. لما تبطلوا ارضاع الكبيره وتقولوا ده غلط، وتقولوا ان بيع الستات في الشارع ايام الخلافه وهم شبه عرايا ده كان غلط، نبقى انا ايه نبدا نتفاهم مع بعض. لكن غير كده ما ترسموش علينا الشرف. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى، ها انتوا رسمتوا لنا الاخلاق، واحده بتكلم واحد، هو ده اللي جايين للناس من المنطلق ده، ان بنت بتكلم واحد دي سفله وقليله الادب. يا سلام، هي سفله وقليله الادب انها بتكلم واحد، مش كده؟ ولكن مش سافل وقليل الادب اللي يمسك واحده غصب عنها يبيعها الراجل تاني، والراجل التاني ها ينام معاها، وده حلال الحلال، ما عندكوش اي مشاكل، باع جاريه مفيش غصب عنها، لما يبقى بمزاجها وكيفها، مجرد تكلم واحد في التليفون ولا تحبه، يبقى قليلة الأدب وسفلة. لكن لو تتباع غصب عنها، المشكلة عندكم على فكرة مش قضية أخلاق. لو هي قضية أخلاق كنتوا كان ما شوف ما قابلتوش إن الستات تتباع غصب عنها كجواري زي ما كان بيحصل وإلى الآن بتقره، وكنت عاوزين تعملوها في الدستور السابق. فأنا لا أنا بقوله لكم إنه ما ترسموش علينا الشرف والأخلاق. الموضوع عندكم عملية قهر للمرأة، لان المراه لو بنفسها راحت مع واحد بقت سافله وقليله الادب، لكن لو غصب عنها بتتباع راجل بيبيعها ده حلال الحلال، جاريه عادي، اوكي ما عندكوش مشكله. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بقى، ها يعني جزء الاخلاق ده تبطلوا تكلمونا فيه والسفاله بتاعتكم دي. تاني حاجه، الموضوع انكم تقولوا للناس العلمانيه والعلمانيه كفر، وان العلمانيه امك تقلع الحجاب. طب ما منتهى البساطة، ما نقدر واحد يقول لكم برضو والشريعة بتاعتكم ان امك مش تقلع الحجاب، لا، رجالة غرب يعبطوها في الشارع عبط بالعصاية لو ما عجبهمش لبسها. يعني الموضوع هنا بقى انتوا بترسموا على الناس العلمانية ان امك تقلع الحجاب، طيب الرد عليكم والشريعة بتاعتكم ان امك تتعبط في الشارع رجالة غرب، مين مصري يقبل ان امه ولا زوجته ولا بنته ولا اخته يتعمل فيها كده؟ لا، الموضوع اصله ايه؟ انتوا عايشين في خيال، عايشين انكم ناس عندكم اخلاق، وانتوا زباله البشريه بتوع ارضاع الكبير وجهاد النكاح. انتوا اخر ناس تتكلم في الاخلاق، صدقوني اخر ناس تتكلم على الشرف والفضيله. الحاجه الثانيه بقى، انتوا زودتوها قوي، يعني داخلين في هجوم على القوات المسلحه اللي بتحمينا وانقذتنا منكم، الجيش المصري، وداخلين على الشرطة بتقتلوا ناس أبرياء عساكر وضباط أبرياء شرفاء ضفرهم برقبتكم بيحمونا. ومش كده وبس، بدأتوا تهددوا الأطفال في المدارس. في حد يبقى راجل ويهدد أطفال في مدارس؟ انتوا مش رجالة، أقسم بالله العظيم، ما هي صفاتكم طبيعتكم ضباع. أنا من هنا ورايح أسميكم نعاج الإسلام. انتوا ما تزيدوش عن كده نعاج، وليهم حق يسبوكم خرفان والله. فيعني عجل الإسلام، أنا بقول لك هو اللي يهاجم طفل صغير ويهدد بيه ده مش إنسان سافل وبس، ده إنسان حقير ولا ينبغي اعتباره بني آدم أصلا. وعشان كده أنا بقول لك هو أقسم بالله العظيم، لو ما تعدلتوا بطلتوا الهبل اللي انتوا فيه ده، وبطلتوا الهبالة اللي انتوا معايشين الناس فيها وهنتهددوا وأطفال وأطفال مدارس وتخوفوها، والله لو حصلت حادثة واحدة من كده لهنعلن عليكم الآتي. نمرة واحد، تطبيق الشرع الحنيف اللي أنا شرحته قبل كده، هنقطع أعضاءكم الزكريا أو نرمي عليها مية نار، وهتشوفوا بقى يتعمل فيكم إيه. خلي واحد فيكم ذكر يروح يهاجم طفل في مدرسة بقى، دي عقوبتنا ليكم، ودي إيه بالشرع الحنيف، يعني ما غلطناش، ده رواه الإمام الزمخشري في شرحه على الأبياري، يعني إجماع الأمة.
حد يعترض بقى على اجماع الامه؟ في حد يجرؤ يعترض على اجماع الامه؟ فده اللي هنطبقه عليكم الشرع الحنيف. نمره 2 بقى، هيبقى في اعلان جهاد نكاح على كل الستات بتاعتكم، والله لو ما اتعدلتوا احنا عارفين نقط ضعفكم كويس. اذا كنتوا عاوزين تعيشوا معانا في امان وسلام اتعدلوا، لن يعدلكم يا كلاب. صلوا براحتكم، صوموا براحتكم، اعبدوا كما شئتوا، ولكن ما تمسوش حريتي وحريه الناس، وما تمسوش السكيورتي والامان بتوعنا. فانا بحضركم للمره الاخيره، اقسم بالله العظيم لو ما اتعدلتوا لا تعلن الجماعه الجهاديه بتاعتنا احنا ضدكم. وهنعرفكم الادب بقى، شرع حنيف وجهاد نكاح. تحبه نلعب الجيم القذر ده؟ انتوا ما تضطروناش لهذه الدرجه، فاحسن لكم اتعدلوا قبل ما نعدلكم احنا. والى اللقاء.